حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار في البورصة المحلية مسجلا 1494 دينارا للبيع و 1493 دينارا للشراء. وكان البنك المركزي العراقي أعلن في كانون الأول من عام 2020 رسميا عن تعديل سعر صرف الدولار ليكون 125 ألف دينار مقابل كل 100 دولار وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 والتي أقرها مجلس النواب في حينها. قالت لجنة النفط والطاقة النيابية إن مجموع الأموال التي أنفقت على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 بلغت 82 مليار دولار. وأضافت اللجنة أنه بالرغم من صرف تلك الأموال إلا أن الطاقة في العراق ما تزال عاجزة عن سد الحاجة الفعلية التي تصل إلى 35 ألف ميجاوات، بينما تبلغ الطاقة الآن نحو 24 ألف ميجاوات، مشيرة إلى ضرورة استثمار الغاز بدلاً من الاستيراد والعمل بشكل جدي من قبل الحكومة على استكمال المشاريع الاستراتيجية المتوقفة. أفاد تقرير اقتصادي نشر على موقع أويل برايس لأخبار النفط والطاقة بسعي العراق لإيصال إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً في عام 2027، لكنه تحدث عن ضرورة اتخاذ إجراءات وتغييرات جوهرية في قطاع الصناعة. هذا وأكد التقرير أن مؤشر الشفافية الدولي كان دائماً ما يصنف العراق في تقريره السنوي ضمن أكثر 10 بلدان فساداً في العالم في قائمة تضم 180 بلداً، لافتاً إلى أن عمليات الاختلاس والسمسرة وتبييض أموال والرشاوي في مؤسساته الحكومية جعلت البلد يتذيل قائمة الفساد في العالم. كشف خبراء اقتصاديون أن المصارف اللبنانية وبعد إفلاسها باعت الودائع العراقية والتي تقدر بنحو 35 مليار دولار وسعت لبيع ديونها إلى مصرف الرافدين ليقوم بدوره بتسليم المودعين مبالغهم التي تتجاوز 20 مليار دولار. وأوضح الخبراء أن المصارف اللبنانية تعتبر الملاذ الآمن لغسيل وتهريب الأموال التي تأتي من سياسيين وتجار، إضافة إلى السرقات، وأن شخصيات متنفذة تعمل على ترجمة الإفلاس في المصارف اللبنانية عن طريق مصرف الرافدين. هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبيع مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهراً، وهبط خام برنت دولارين وستة عشر سنتاً ليصل إلى 81 دولاراً وسبعة وأربعين سنتاً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين وثماني سنتات ليصل إلى 74 دولاراً وعشرين سنتاً للبرميل الواحد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي بأمان الله.